الحيوية، اللياقة، الثقة والروح العالية، جميعها تجتمع هنا في عالم دبي للرياضة بتنظيم مجلس دبي الرياضي في مركز دبي التجاري العالمي خلال فترة الصيف، وتمتد الفعالية حتى 10 سبتمبر المقبل، حيث اختار هؤلاء الأطفال والكبار أيضاً استغلال إجازة الصيف في ممارسة مختلف أنواع الرياضات التي يحبونها وتحسين اللياقة البدنية في صالات مغلقة ومكيفة وأرضيات تدعم الرياضات المختلفة. أنا شاركت في كرة القدم، يعجبني كرة القدم، أبكون لاعب مشهور في المستقبل. أنا شاركت في كرة السلة عشان أبى أطوع نفسي وأشارك في المسابقات. يسعى مجلس دبي الرياضي من خلال فعالية عالم دبي للرياضة إلى توصيل رسالة بأهمية ممارسة الرياضة في أي مكان وأي وقت، ودمج الرياضة في روتين الحياة الثابت، وذلك لأن للرياضة فوائد عديدة لخصها لنا الأطفال في هذه المقابلات. الرياضة تخليني أكثر ذكاء، الرياضة تتعلمني كيف أكون الصداقات، الرياضة يخلي صحتي أفضل، الرياضة تخلي تركيزي أكثر، الرياضة تعلمني العمل الجماعي. عالم دبي للرياضة في نسخته 13 يضم ملاعب لكرة السلة وللبادل وملاعب لكرة القدم والكركت، بالإضافة إلى ملاعب لتنس الطاولة وكرة الطائرة وصالات رياضية واستوديو للياقة البدنية. كما يقدم عالم دبي للرياضة بعض الفعاليات الجديدة، بما في ذلك عالم دبي للأطفال والذي يضم أنشطة وألعاباً ترفيهية ممتعة للصغار.